السلام عليكم. وكأن هذا البلد الجريح لم تكفه كوارث الحرب والانقلاب وما سببته من جوع وأمراض ودمار، لتأتي موجة الغش التي ضربت المراكز الامتحانية لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، أزمة تفاقمت كأحد أبرز المشاكل التي أدت لضعف التعليم، مع السعي الممنهج من قبل سلطة الميليشيا التي تحكم البلد بالفوضى بنقل هذه الفوضى للمؤسسات التعليمية. الغش وخطره على العملية التعليمية والتحصيل العلمي، ما تنقله الصورة المسجلة من المراكز الامتحانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب يكشف حالات الغش والعبث بالامتحانات، ويظهر ما يبدو أنه تدمير ممنهج للتعليم من قبل ميليشيا الانقلاب. والآن باتت معدلات النتائج المرتفعة لا تعكس المستوى التعليمي للطالب، وبهذا تتزايد مخاطر الفساد الذي يعصف بالعملية التعليمية في اليمن، وكأن البلد يستطيع تحمل أزمة أخرى تهدد مستقبله. هذه التناولات مشاهدينا الكرام ستكون محور حديثنا اليوم في المساء اليمني. نبدأ النقاش بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. الصورة بألف كلمة كما يقال، فهذا المقطع الذي يوثق تبادل الطلاب أوراق الغش والكتب بصورة مكشوفة وفوضى عارمة وبإشراف من جماعة الحوثي ومباركتها في أحد مراكز الامتحانات، يوضح بصورة مكثفة واقع التعليم في اليمن، والذي يوضح أيضا أن كل شيء منذ الانقلاب بات معرضا للهدم الممنهج، خصوصا التعليم الذي تلقى ضربة قاسية وموجعة يمتد أثرها لعشرات السنوات القادمة. الغش في الامتحانات وتدمير التعليم جريمة تضاف إلى سجل الجرائم التي ترتكبها الميليشيا بحق اليمنيين وأجيالهم المتعاقبة. تقول شهادات إن وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب يحيى الحوثي طلب من مراقبي اللجنة الامتحانية مساعدة الطلاب، فردد الطلاب الصرخة علامة امتنان وبدأوا بالغش مباشرة. سيدي يا مولاي، عبد الملك بدرالدين العالي. هذا ما نقلته وسائل الإعلام وهذا ما تريده الميليشيا أن يكون. يتحول الغش في اليمن وتحديدا في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب من مشكلة محدودة إلى ظاهرة مستفحلة، وهو ما يحذر منه مراقبون وأكاديميون حول مخاطر استمرار تدهور العملية التعليمية في اليمن. كارثة لا تقل عن كارثة الحرب أو الانقلاب كما يقول المتابعون، بداية من ضعف الكتاب المدرسي والتضليل الطائفي، وصولا لظاهرة الغش في الامتحانات، ناهيك عن تدمير البنية التحتية وعدم الاهتمام بالكادر التعليمي. يؤكد تحقيق حول تعدد مظاهر الغش في الامتحانات العامة باليمن تنوعها بين اقتحام لمراكز الامتحانات بقوة السلاح وتسريب نماذج الامتحانات والاعتداء على رؤساء اللجان والمراقبين وإطلاق النار على المعلمين بسبب رفضهم السماح بالغش والكثير من الفوضى. فما تنشره وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات وصور تكشف حجم هذه الظاهرة وما تتعرض له العملية التعليمية من تجريف حاد وعبث وفوضى تلحق بالعملية التعليمية ومستقبل أجيال البلد، أو كما قيل في وصف هذه الكارثة، كيف لجيل نجح بالغش أن يبني وطنا ويقود جيلا آخر. مجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي الذي ينضم لنا عبر السكايب الباحث والتربوي السابق الأستاذ توفيق الجبري. أهلا بك أستاذ توفيق معنا. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ توفيق. إذا ما بدأنا أنت تربوي سابق، أعطنا تقييمك لما يجري في اليمن على مستوى العملية التعليمية بشكل عام في محافظات الجمهورية. أنا حينما شاهدت التقرير لقناتكم الكريمة لم يكن عندي أي استغراب، لأننا نصعد إلى أعلى قمة الهرم في وزارة التربية والتعليم لا يملك أي مؤهل إلا القراءة والكتابة، من باب أولى أن يكون الطلاب كيف يعني. وبالنسبة للتقييم يا أخي، أصبحت ظاهرة الغش في الامتحانات ظاهرة سلبية، وهي من أخطر المشاكل التي يواجهها التعليم. والغش بالمناسبة خيانة للنفس وخيانة للمجتمع وخيانة أيضاً الوطن، والغش جريمة بكل المقاييس، والتغاضي عنها أيضا جريمة. فكيف إذا كان الراعي هذه الجريمة هو من يمثل أعلى قمة في الهرم لوزارة التربية والتعليم وهو وزير التربية والتعليم في حكومة الإنقلابيين؟ الغش تعتبر
تعتبر ظاهرة سلبية، وهناك سياسة رسمية وسياسة ممنهجة تشكلها هذه الميليشيات. هذا بحد ذاته تعتبر من أكبر الجرائم التي ترتكب في حق المجتمع اليمني. طبعا من أعظم الأشياء والمخاطر التي تهدد العملية التربوية هو منظمة اليونسكو تهدد بعدم قبول الشهادة الثانوية اليمنية في الجامعات في الخارج، وبذلك تكون كارثة لا مثيل لها أمام الطالب الذي يريد أن يتقدم إلى أي جامعة في أي دولة في الخارج لا يقبل أبدا. والسبب في ذلك لا يوجد فيها مصداقية، لا يوجد فيها في العملية التربوية أي مصداقية ما دامت وزارة التربية والتعليم هي من تشرف على القسم وهي من تشرف على هذه عمليات السلبية التي يعاني منها الكثير من الأبناء. طيب أستاذ توفيق، يعني الآن قبل أن أتوسع في ما يجري أمام يعني ظاهرة الغش، هل كانت يعني ما مستوى وجودها قبل أن يحدث الانقلاب، وما هو المستوى الذي وصلت إليه الآن؟ كيف ساهم الانقلاب في توسعها بشكل أو بآخر؟ طبعا بالنسبة لظاهرة الغش في السابق كانت موجودة لكنها بنسبة بسيطة جدا وخفية، أما اليوم فقد صارت بصورة رسمية يرعاها وزير التربية والتعليم. في الماضي نعم كان هناك بعض السلبيات، وكان هناك بعض الأحداث التي تحدث في المراكز الاختبارية وتقوم وزارة التربية والتعليم بمعالجتها، أما اليوم فقد صارت بصورة واضحة وبصورة جلية وبصورة يعرفها المجتمع اليمني بالكامل. من خلال ماذا؟ من خلال أن اللجنة هي من تساعد الطلاب، وأن وزير التربية يوجه المعلمين أن يساعدوا الطلاب، بمعنى أنه يسمح للغش وللتزوير ولأن يكون الجيل الذي ينشأ جيل نشأ على الغش ونشأ على عدم الثقة بالنفس. هناك في الماضي صحيح كانت نسب بسيطة ومتخفية، لكن اليوم أصبحت برعاية رسمية وممنهجة بسياسة رسمية من قبل وزير تربية الإنقلابيين. نعم، طيب أرجو يعني تفضل بالبقاء معنا أستاذ توفيق. سينضم إلينا الآن لمعرفة كيف تجري العملية الامتحانية ببقية محافظات الجمهورية بتعز تحديدا، ينضم إلينا الآن مدير مكتب التربية بتعز عبد الواسع شداد. أهلا بك أستاذ عبد الواسع. أهلا وسهلا بك أخي الكريم وبضيفك العزيز. حياك الله، أهلا وسهلا بك. إذن دعنا نبدأ معك بالحديث عن كيف تسير الامتحانات للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة في تعز؟ تسير طبعا الامتحانات الثانوية فقط، أما الامتحانات الأساسية فقد انتهت مع بداية رمضان، يعني في العشر الأولى الأيام الأولى من رمضان انتهت امتحانات المرحلة الأساسية، والآن الامتحانات للمرحلة الثانوية فقط. تسير سيرا حسنا إلى حد ما مقارنة بما كانت تسير عليه في الفترات الماضية، فيعني ليست هناك مقارنة، فالوضع أفضل بكثير يعني عما كان عليه في السابق، مع وجود بعض الاختلالات نتيجة الموروث الذي اكتسبه بعض الطلاب وبعض أولياء أمورهم، الذي وصل إلى حد الاعتبار بأن الغش حق من حقوق هذا الطالب وحق من حقوق ولي أمر الطالب أن يقدم لابنه هذا الغش. هذا ما كان يحصل في الفترات الماضية، وصل في هذا العام إلى يعني حد بسيط جدا مع وجود كثير من المعالجات التي نقوم بها في بعض المراكز التي ما هي هذه المعالجات أستاذ عبد الواسع؟ إذا حدثنا أكثر حول العمليات التي قمتم بها لمحاولة محاربة ظاهرة الغش وإتمام عملية سير الامتحانات بشكل أفضل كما تتفضل بالقول مما كان عليه في أي وقت مضى. يا أخي الكريم، طبعا هذه معظم هذه الظواهر هي مفتعلة في بعض المراكز، يعني مثلا خلال هذا اليوم مركزين امتحانيين يتجمع مجموعة من الناس خارج المركز، خارج سور المركز،
ويطلقون أعيرنا نارية في الهواء بغرض إرباك الطالب وإرباك المركز. يعني الهدف المباشر هو الإرباك وليس الغش. حصل في مركزين اختباريين أيضا آخرين غير هذه المراكز محاولة اقتحام أو بعض الطلاب يحاولوا الدخول بالقوة ليغشوا لزملائهم الطلاب. في إحدى هذه المراكز تم اليوم إقرار اللجنة الفرعية وبحضور مشرفين يعني فريق متكامل من الوزارة، 5 مشرفين من الوزارة في المحافظة، تم إقرار نقل هذا المركز إلى مكان آخر من أجل يعني الحد من هذا الغش. ضبطت إلى الآن من أول يوم إلى اليوم 5 حالات انتحال شخصية، 2 منها الآن يعني في السجن لدى قوة الأمن، و3 تمكنوا من الفرار. تمت المعالجة بإلغاء جميع المواد للطالب الذي حاول إحضار شخص آخر بدلا عنه للامتحان. هذه ظواهر يتم معالجتها في حينها، ولكنها مقارنة بالماضي أنا أعتبر أنها لا تذكر ولا تكاد تشكل أي نسبة. جميل، طيب دعنا نتحدث ونحن الآن في ربما في نهاية هذا العام الدراسي أو في مراحله الأخيرة على الأقل، هل من عراقيل أو أجمل لنا أبرز العراقيل التي واجهتكم أثناء سير العملية التعليمية في هذه السنة، خصوصا في الريف الذي يشهد كثير من المواجهات مع قوات الانقلاب؟ كان أبرز هذه الإشكالات هو عدم صرف رواتب الموظفين إلى الآن ل9 أشهر، وخاصة المعلمين 9 أشهر متتالية لم يستلموا راتب شهر واحد. فهذا أدى إلى دعوات من النقابات ومن المدرس نفسه بالدعوة للإضراب، الدعوة للتوقف. أستاذ عبد الواسع، بدأ يظهر بشكل واضح هذا اليوم اختبار مادة اللغة الإنجليزية، وأنا في زيارة بعض المراكز كان هذا الاختلال واضح، وهو أن المدرس اشتغل خلال الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، في الفصل الثاني معظمه لم يتم التدريس في كثير من المدارس نتيجة لعدم صرف رواتبهم. طيب إذا ما قامت بعض المدارس بالتغطية، قامت بعض المدارس بالتغطية بمدرسين المتطوعين أو يعني الذهاب إلى جمعية أو كذا وتدبير مبالغ لبعض المدرسين ليقوموا بهذا الإجراء بالتدريس، إلا أنه لم تتم الدراسة في الفصل الثاني بالشكل المطلوب. طيب إذا ما تحدثنا الآن عن عند الطالب أستاذ عبد الواسع، خلل في الامتحانات بدأت تظهر آثاره من اليوم. أستاذ عبد الواسع، طيب إذا ما تحدثنا الآن عن رؤيتكم أنتم كتربويين ومسؤولين عن العملية التعليمية أو عن تنظيم والإشراف على العملية التعليمية في داخل تعز، لما يحدث في مناطق أخرى خاصة تحت مناطق سيطرة الانقلاب من مظاهر لهذا الغش كما شاهدنا في يعني مقاطع الفيديو التي انتشرت، ما هو تقييمكم لهذا الأمر؟ يا أخي الكريم، لا نريد التشفي أو الكلام عن مناطق معينة، رغم أنه خلال 10 دقائق الأولى من الاختبارات وقد صور الأسئلة موجودة في الاستديوهات والأكشاك، لكن أنا أقول يعني القضية تحتاج إلى معالجة أكبر وأدق، وتحتاج أيضا إلى إشراك الجميع ابتداء بالبيت ومرورا بالمدرسة ثم إدارة المدرسة ثم التربية في المحافظة ثم الوزارة أيضا، المشاركين في عملية التصحيح التعليمي. نعم. لابد أن يشمل قطاع واسع، ويعني يحتاج إلى إجراءات دقيقة. أعتقد أن أسلوب التقدير التراكمي هذا الذي عمل فيه ابتداء من هذا العام في محافظة تعز، وكان يعمل به منذ 2 أو 3 سنوات في المحافظات ما كان يسمى المحافظات الجنوبية، هذا الأسلوب يربط الطالب أكثر بالمدرسة، يربط الطالب بالمدرس. بعد أن كان من وصل إلى صف أول ثانوي اعتبر نفسه متحررا من قيود المدرسة ومن قيود الطالب ومن قيود الأسرة، لأنه خلاص أصبح كبير
وأصبح لا أحد يستطيع التحكم فيه. لكن اليوم يوم أن يعرف الطالب بأن يعني مستقبله بثالث ثانوي هو مربوط بصف أول ثانوي ثم بثاني ثانوي ثم بالمدرسة لتعطيه 10% في الامتحان في صف ثالث ثانوي، هذا الأسلوب لو تم يعني التركيز عليه والتثقيف والتوعية له عند الطالب وعند ولي الأمر، أعتقد سيكون كفيل بتحفيز الطلاب بشكل كبير يعني الارتباط المباشر بالمدرسة وبالمنهج وبالتعليم بشكل عام. إذا أشكرك مدير مكتب التربية بتعز الأستاذ عبد الواسع شداد، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. أعود إلى ضيفي الباحث توفيق الجبري الذي ينضم إلينا من السودان. أستاذ توفيق، إذا ربما هو توسع إذا لظاهرة الغش، يعني لنعود إلى محور هذه الحلقة بشكل أساسي، هل هذا الأمر برأيك هو عملية ممنهجة من قبل ميليشيات الانقلاب أو السلطات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلاب، أم أنه فقط نتيجة لانفلات الأمور هناك وغياب جهات الدولة الرقابية؟ أنا أعتقد أن في عهد الميليشيات الحوثية أن هناك سياسة ممنهجة في تدمير التعليم، وذلك من خلال عدة أسباب. السبب الأول أولاً إفراغ المدارس من الطلاب واستخدامها سكنات عسكرية للميليشيات. الشيء الآخر الزج بالطلاب إلى جبهات القتال، وكان الأحرى بهذه الميليشيات أن يذهبوا بالطلاب إلى جبهات العلم والمعرفة والثقافة، وأن يبثوا في نفوسهم روح المنافسة وروح الاجتهاد وطلب العلم. أيضا التدمير الممنهج من خلال مضايقة المعلمين، اختطافهم وإجبارهم على ترك التدريس ليحل محلهم معلمين درسوا في إيران وفي مناطق في لبنان في الضاحية الجنوبية، من أجل أن يبثوا بعض ما درسوا في هذه المناطق، وأن يحاولوا أن ينشئوا جيلا لا يعرف ما معنى أنه ينتمي إلى هذا الوطن، أو أن يعرف ما معنى أن يكون يمنيا خالصا ولاؤه لله ثم للوطن. أيضا من خلال مضايقة المعلمين بقطع الرواتب، ومن خلال أيضا التغييرات في وزارة التربية والتعليم واستبدال الكفاءات بأناس ليس لهم أي علاقة بوزارة التربية والتعليم. وأدلل لك بذلك أن رأس الهرم في وزارة التربية والتعليم وزير التربية يحيى الحوثي المؤهل الذي يملك القراءة والكتابة، لم يدرس لا كيمياء ولا فيزياء ولا رياضيات ولا لغة إنجليزية ولا غير ذلك، لكنه نهل من والده ثقافة العنف، ثقافة الكراهية، ثقافة الحقد على اليمنيين. هذا ما هو عليه رأس السلطة ورأس الوزارة الذي هو وزارة التربية والتعليم. أيضا من خلال تغيير المناهج على أسس طائفية وسلالية وعنصرية، وليست على أسس وطنية يكون الولاء فيها لله والوطن. وأيضا تسعى هذه الميليشيات من خلال أنها تريد أن تدمر المناهج التعليمية من خلال غرس مفاهيم خاطئة للمجتمع ورسم التعليم على أنه تخلف، وفي المقابل التعبية بما يسموها التعبية الجهادية، وأنا أعتبرها تعبية إرهابية من أجل أن يعيثوا في الطلاب ويصبحوا يعني قتلة وليس لديهم أي ثقافة عن ثقافة الحب والسلام وكيف يخدم المجتمع وكيف يخدم بلده وكيف يؤسس لبناء مجتمع نظيف. لكن للأسف الشديد كل هذه النقاط التي ذكرت تبين أن الحوثي يسعى إلى تدمير المنهج بسياسة رسمية ممنهجة. يعني هو مثلا أن هناك في إب مثلا تم تداول صورة لطفل على ما يبدو أنه مشرف لميليشيات الانقلاب بالسلاح يشرف على العملية الامتحانية. إذا عندما نشاهد هذه الصورة ما الذي نفهمه؟ ما الذي يمكن صياغته للمستقبل عن طريق هذه الصورة؟ والله هذه الصورة التي تم تداولها لابن نائب مدير مكتب التربية والتعليم
أستاذ توفيق؟ محمد لطف المتوكل. نعم. هذا معنى أننا نقبل على مستقبل مجهول ومستقبل ظلام ومستقبل يرسخ لقضية العبودية ومستقبل يرسخ لقضية الجهل ومستقبل يرسخ لأبنائنا الطلاب أن الإنسان لا يحاول أن يتصف بالإبداع ولا يتصف بالإنتاج ولا يسعى إليها أبدا، ولكن من خلال ما رأينا هذا الطفل وهو يشرف على المراكز التربوية دليل على أن نهج هذه الجماعة هو نهج ممنهج لتدمير العملية التربوية. فالحقيقة أنا حينما رأيت هذه الصورة حزت في نفسي وحز في قلبي أن التعليم وصل إلى هذه المرحلة، وأن أيضا مدير مكتب التربية بجوار هذا الطفل، وهذه هي الجريمة. كيف يسمح لهؤلاء المسلحين ولهؤلاء الأطفال الذين بجواره أن يكونوا هم من يشرفوا على عملية الاختبارات؟ بل وصل به الأمر هذا الطفل أن يذهب إلى اللجان ويأخذ التلفونات حق الطلاب ويسحبها جميعا، ومن أراد التلفون فعليه أن يدفع 1000 ريال مقابل استعادة التلفون. فتوحي هذا إلى أننا وصلنا سنصل إلى مستقبل مجهول وإلى مستقبل مظلم في عهد هذه الميليشيات المسلحة. طيب دعنا نشرك معنا في الحوار أستاذ توفيق المستشار الإعلامي لمحافظة الضالع الأستاذ وضاح الأحمدي للحديث حول هذه النقاط جميعها. أهلا بك أستاذ وضاح. أستاذ وضاح تسمعني؟ أيوة أسمعك. أهلا وسهلا. إذن في يعني في محافظات الضالع، في محافظة الضالع وفي مديريات هذه المحافظة كيف تتم العملية الامتحانية بشكل عام؟ حدثنا عنها. أنا الآن في البلد لكن أنا في الضالع. هل تسمعني أستاذ وضاح؟ أيوة ما في عندي تغطية. نعم. إذا هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ وضاح الأحمدي المستشار الإعلامي لمحافظة الضالع. أعود إلى الأستاذ توفيق الجبري، ويعني كنا نتحدث أستاذ توفيق عن هذه الصورة للطفل المشرف بالسلاح. أيضا هناك صور يتم تداولها للفوضى، الغش في المراكز الامتحانية، وفيديوهات توثق ذلك. يعني لم يكتفي من يقوم بهذه العملية فقط بالسماح كما يبدو بالغش، بل امتد الأمر لتصوير وتوثيق هذه العمليات. هل ترى أن ذلك الأمر مناسب؟ طبعا ما يحدث تداوله من مقاطع فيديو في المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، أنا أعتبرها أنها حقيقية، يعني أنها تعكس الوجه الحقيقي لميليشيات الحوثي. إذا كان وزير التربية والتعليم يذهب إلى إحدى المدارس في أمانة العاصمة ويزور لجان الاختبار ويقوم بمخاطبة المعلمين أن يساعدوا الطلاب، أي أنه يوحي إليهم بقضية تشجيع الطلاب على الغش، وكان مقابل هذا أن يأتوا بصرخة، قوموا بالصرخة فيقوم المعلمين بمساعدتكم، النفط مقابل الغذاء. فهذه الحقيقة تعكس الوجه الحقيقي لهذه الميليشيات، وأن هذه الميليشيات في ظل وجودها لا يمكن للمجتمع اليمني أن يتعلم، ولا يمكن للمجتمع اليمني أن يصل إلى بر الأمان. لا يمكن أن نحارب هذه الظاهرة إلا إذا أزيلت الانقلاب وأزيلت هذه الميليشيات، لأن إزالتها يكمن بإنهاء الانقلاب وإعادة الدولة التي ترسخ لمبدأ التعليم وترسخ للقضية التعليمية، ويصبح التعليم نموذج في ظل وجود الدولة المسؤولة عن الطلاب وعن الوزارة بأكملها. لكن الآن الراعي الرسمي لما يقوم به المعلمين من غش للطلاب، وبما يقوم أيضا الآباء كأنه حق قد فرض على وزارة التربية والتعليم لأن يغششوا أولادهم، لن يكون هناك حل ما دام الراعي الرسمي هو وزير تربية الانقلاب يحيى الحوثي. طيب دعنا أستاذ توفيق يعني نستمر في هذا النقاش، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نعود إلى النقاش مع الأستاذ الباحث توفيق الجبري الذي ينضم إلينا من السودان. أستاذ توفيق، هذه الظاهرة، ظاهرة الغش، ليست فقط يعني معتمدة على يعني المؤسسة الراعية لهذه العملية أو المشرفة على هذه العملية، هناك أيضا طلاب وهناك أولياء أمور. عندما نتحدث على أن أولياء الأمور يرضوا بأن يقوم أطفالهم بهذا الغش، إذن هم مشتركون بهذه العملية وكذلك الطلاب. هل من مجرم وضحية في هذه النقطة، أم أن هناك اشتراك في هذه الجريمة، جريمة الغش في هذه الامتحانات؟ المجرم هو الوزير والضحية هو الطالب. الوزير هو من حارب المعلمين، هو من قام باختطاف، بتوجيهات اختطاف المعلمين وملاحقتهم وتضييق أرزاقهم، وقام بتوقيف المرتبات، مرتبات موظفين الدولة ومن ضمنهم المعلمين. المعلمين ذهبوا يبحثوا عن يعني رزق يسدوا رمق أولادهم، ومن أجل أن يصرفوا على أولادهم. المدارس بدون مدرسين، المدارس بدون معلمين، من كان السبب؟ هي تتحمل المسؤولية ميليشيات الحوثي. الطالب لم يتعلم، الطالب حضر إلى المدرسة فوجد المدرسة مركز للتدريب الإرهابي، يدربون فيه ميليشيات من أجل أن يقوموا بقتل المواطنين اليمنيين. الطالب ذهب إلى المدرسة فقامت هذه الميليشيات باختطاف هذا الطالب، ولم بدون إذن أهله، ولم يعلموا أهله أين ذهب ابنهم إلا حينما عاد إما يعني مقطع الساق والأرجل أو أنه قد مات في جبهات القتال. الطالب ذهب لم يجد معلما، لم يجد كتابا، لم يجد مرشدا، لم يجد من يقوم أمام هذا الطالب وينتشله من هذا الوضع ويأخذ بيده إلى بر الأمان. ولذلك الطالب مضطر لأن يستخدم وسائل غير صحيحة مثل وسيلة الغش من أجل أن ينجح. طيب في هذه النقطة تحديدا أستاذ توفيق، في هذه النقطة تحديدا، هل من دور على أولياء الأمور في هذه النقطة لحث أطفالهم أو أولادهم على عدم الغش، يعني مهاجمة من يحرض أو يسمح بهذه العملية من مشرفين على سير الامتحانات، مطالبة هؤلاء المسؤولين عليها بأن تتم العملية الامتحانية دون هذا المستوى من السماح بعملية الغش بداخل القاعات؟ الحقيقة فاقد الشيء لا يعطيه. يعني كيف للأب أن يقول لابنه وهو يعلم أن ابنه لم يدرس، وهو خائف على ابنه أن يذهب إلى المدرسة فتقوم هذه الميليشيات باختطافه؟ وقد حدثت حوادث كثيرة جدا أنهم يقومون باختطاف الطلاب من المدارس ويذهبون بهم إلى جبهات القتال. ولذلك من حق الآباء أن يخافوا. وأيضا لا يمكن أن تنتهي هذه الظاهرة إلا بانتهاء الانقلاب وإعادة الدولة ورجوع الدولة لتمارس صلاحيتها وتمارس كل صلاحيتها في المجتمع. اليوم نحن أمام إرهاب تعليمي يا أخي. من أهداف هذه الميليشيات، وهذا على مدار التاريخ، هذا ليس جديدا، نحن نعلم ويحدثون آباءنا أن الأئمة الذين حكموا اليمن كانوا إذا أراد أحد اليمنيين أن يتعلم يسمحوا له أن يتعلم جزء عما، فإذا ختم جزء عما يقيموا له حفلة ويقولوا له لا حد هانا وبس، لا حد بي وبس، تتعلم حتى جزء عما، أما ما دون لا تتعلم. العلم والتعليم والابتعاث إلى الخارج لا يكون إلا لأسرة معينة معروفة، الحوثي ومن كان قريبا منهم. ولذلك أنا سأضرب لك مثال من ضمن الأشياء التي أفشلت العملية التربوية وأصبحت في الحضيض، أنها خصصت محافظة صعدة لجانا امتحانية للشهادتين الثانوية والأساسية لأفرادها وأسمتها لجان الجبهات، بل كلفوا معلمين بكتابة الحل في دفاتر امتحانات لمن ينوبون عن أفرادها المتواجدين في اللجان. يعني هناك كارثة تحل باليمن، كارثة تعليمية، والسبب فيها هي ما تمارسه ميليشيات الحوثي وأزلامهم. طيب أستاذ توفيق، دعنا نشرك معنا في الحوار مدير مكتب التربية في مأرب الدكتور علي العباب. أهلا بك دكتور علي. حياكم الله.
حياكم الله وأهلا وسهلا بك دكتور علي. إذن صورة مأساوية حول وضع العملية الانتخابية أو عفوا الامتحانية كما يبدو بداخل المحافظات القابعة تحت سيطرة الانقلاب. مأرب هي محافظة تحت سيطرة الشرعية، نأمل أن تكون نموذج أفضل. كيف هو يعني سير العملية التعليمية أو الامتحانية بداخل المحافظة؟ طبعا والله الحمد العملية الامتحانية تمشي في محافظة مأرب بشكل جيد، وقد قام مكتب التربية والتعليم بالتنسيق والترتيب لهذه الامتحانات منذ فترة، والعملية تمشي بشكل جيد في أكثر من 30 مركز امتحاني في محافظة مأرب، بما فيهم النازحين من المحافظات التي لا زالت تحت الاحتلال الحوثي. وزرنا أكثر من المراكز وقمنا بإنزال المشرفين إلى كافة المراكز الامتحانية، والتقارير تصل إلينا تباعا. العملية الامتحانية تمشي بشكل جيد، لا يوجد هناك مشاكل، لا يوجد هناك تسرب الأسئلة، لا يوجد هناك خش بإذن الله تعالى. نحن حريصنا كل حرص أن يكون الموجهين وأن يكون الإداريين المتميزين هم رؤساء المراكز وهم المشرفين على تلك المراكز الامتحانية، والأمور طيبة بشكل جيد ولله الحمد. طيب، محافظة مأرب الآن شهدت نزوح الكثير من العائلات والأسر إلى داخلها بعد ما تسببت به الحرب في بقية المحافظات. هؤلاء الطلاب النازحون هل تم وضعهم بالحسبان؟ هل تم يعني عمل طريقة معينة لمراعاة أوضاعهم؟ طبعا نحن يسرنا وسهلنا كثير لأبنائنا النازحين، فلا يجمع الله بين عسرين في وقت واحد. نحن استقبلنا كافة الطلاب النازحين، سواء من يحمل وثائق للصفوف السابقة أو من لم يحمل تلك الوثائق، وطبعا نحن نقبلهم وفي نفس الوقت نرفع تقارير بحجب نتائجهم حتى تكتمل تلك الوثائق، حتى لا يستغل الموجة الكثير من يحاولون المخالفة ويدخلون تلك الامتحانات من غير وثائق. استقبلنا الجميع، لدينا عدد كبير من النازحين، تم إعداد مركز خاص بهم. نستقبل الجميع، نحن نمتحن الجميع، نسهل لهم ذلك، إلا أننا في نفس الوقت نحجز تلك النتائج حتى تصلنا الوثائق بشتى الطرق، إما عن طريق وثائق أو شهادات كما تسمى أساسية، أو عن طريق كشوف امتحانات معمدة من مكاتب التربية والتعليم حتى لا تفوت الفرصة على أبنائنا النازحين من المحافظات المحتلة. طيب، هل سجلت حالات ممن لم يتم يعني لم تستطع دخول هذه الامتحانات، خصوصا من انتقلوا مؤخرا إلى مأرب؟ طبعا نحن استقبلنا الطلاب إلى الساعة 12 ليلا قبل بدء الامتحان بحوالي 8 ساعات فقط، حتى أننا استقبلنا طلاب في نفس يوم الامتحان وأدخلناهم بدون أرقام جلوس وبدون وثائق حتى لا تفوت الفرصة، وفي نفس الوقت نحن نتحرى بعد ذلك عن وثائقهم وعن مؤهلاتهم حتى لا يستقل الموجة كما ذكرت الطلاب المخالفين. طيب، هل هناك أرقام حول عدد الطلاب يعني الذين اختبروا بداخل محافظة مأرب، سواء من طلاب المحافظة أم من مناطق التي تشهد مواجهات أو حتى من الطلاب النازحين؟ إن كنت أقصد الطلاب المتقدمين للامتحان الثانوي العام، فهم ما يقارب 3000 طالب في 30 مركز امتحاني، منهم حوالي ما يقارب 600 طالب من الطلاب النازحين في الصف الثالث ثانوي فقط. أما بقية الفصول النقل في الطلاب النازحين بأعداد هائلة غير متوقعة، ومدارس المحافظة تكتظ بشكل غير عادي لأبنائنا الطلاب النازحين، ونحن في أمس الحاجة إلى بناء مدارس لاستيعاب أبنائنا النازحين بشكل جيد. طيب، بسؤال أخير أستاذ، أو يعني بسؤال آخر، كيف يعني تم مراعاة من أو هل تمت مراعاة من كانت مدارسهم ومناطق التي يدرسون فيها تحت مواجهات أو تحت معارك بنوع من التسهيل للعملية الامتحانية أو ما شابه أو تكثيف المنهج؟ طبعا نحن في المناطق التي يتواجد بها أبنائنا النازحين في كافة محافظة مأرب استطعنا أن نفتح كثير من المدارس، ففتحنا أكثر من 3 مدارس أو 4 مدارس ثانوية لاستيعابهم في أماكن نزوحهم. فمثلا افتحنا مدرسة في منطقة الخانق ومنطقة صلب المقاربة لمحافظة صنعاء، افتحنا مدرستين ثانويتين في مديرية سلواح في ذنة في مناطق النازحين، افتحنا في الجهينة أيضا مدرسة، افتحنا في ذات الراء مدرسة، افتحنا كثير من المدارس، افتحنا مدرسة أخرى أيضا في مدينة مأرب للنازحين تسمى مدرسة النازحين الأهلية مساء في إحدى المدارس الحكومية. نحن سهلنا ووفرنا لأبنائنا النازحين
كل السبل. أيضا تعاقدنا مع كثير من المعلمين لتغطية العجز في هذه المدارس وتوفير الكتاب المدرسي من خلال الكتاب الموجود في مخازن مكتب التربية والتعليم. نحن لم حاولنا بكل السبل أن نوفر لهم ما نستطيع أن نوفره، لله الحمد استطاعوا أن يكملوا منهجهم الدراسي بالشكل المناسب، وهم الآن يؤدون امتحاناتهم في المراكز الامتحانية الأصلية بشكل طبيعي. إذن أشكرك مدير مكتب التربية في مأرب الدكتور علي العباب، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. أعود إلى أستاذ توفيق الجبري. أستاذ توفيق، بعدما سمعته من حديث حول وضع العملية الامتحانية في تعز، لم نسمع من الضالع لكن سمعنا أيضا من مأرب، ومن متابعتك حول ما يجري في هذه المحافظات وبقية المحافظات المحررة، كيف تقيم العملية التعليمية ومن ثم الامتحانات في مناطق سيطرة الشرعية بشكل عام؟ أعتقد أن هناك فرق بين المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وبين المناطق التي تسيطر عليها الشرعية. هناك رجال دولة وهناك عصابة، هناك ميليشيات مسلحة بينما هناك نرى دولة بكل إمكانياتها تسعى إلى تأهيل المجتمع، إلى تأهيل الطلاب، إلى تعليم الطلاب، إلى تسهيل كل العوائق التي تتعارض مع الطالب، تسعى إلى أن تبني جيلاً مثقفاً، جيلاً يستطيع أن يؤمن بواقعه ويستطيع أن يعمل من أجل دولته وأن يكون ولاءه لله ثم للوطن. أما بالنسبة للجانب الآخر فهناك فارق كبير، انتشار لظاهرة الغش، انتشار معناها سينتشر الجهل، ينتشر ظاهرة الفساد سواء الفساد الأخلاقي أو المالي أو الإداري أو السياسي، سينتشر في مناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي ثقافة العنف وثقافة القتل وسفك الدماء، بينما في المقابل مناطق الشرعية التي يعني تقوم الدولة برعايتها يعني سيكون هناك ثقافة العلم، ثقافة المعرفة، ثقافة الحب والسلام، نبذ الكراهية، نبذ العنف وما إلى ذلك. فهناك خطر وفرق ما بين دولة وشرعية وما بين ميليشيات وعصابات مسلحة. نعم. طيب الآن إذا ما جئنا إلى محاولة الوصول إلى معرفة الأثر الذي يمكن أن يترتب على ما شاهدنا من فيديوهات ومقاطع حول العملية الامتحانية بداخل منطقة مناطق سيطرة الانقلابيين، هذا الأمر كيف سينعكس على مستقبل هؤلاء الطلاب، مستقبل البلد بشكل عام؟ طبعا المستقبل سيكون كما أخبرتك مستقبل مظلم ما دام أن هذه الميليشيات تحكم وما دام أنها لا زالت هي من تقوم بالعملية التربوية في المناطق التي تسيطر عليها. سينشأ جيلا فاشل غير أمين، سينشأ جيل سيسلك ويفضل الخيانة على الأمانة، سينشأ جيل يضرب بمبدأ الكفاءة والنزاهة ويحل محل المحسوبية والوساطة، ويصبح الفساد هو السائد في المعاملات وفي التعامل مع الآخرين. الغش يا أخي يفقد الثقة بين أفراد المجتمع. ما تقوم به جماعة الحوثي يجعل من الفرد أن يكون سلبيا في المجتمع، يعتمد دوما على غيره ولا يتصف بالإبداع والإنتاج ولا يحاول أن يقدم شيء للمجتمع ولا يخدم أي مؤسسة من مؤسسات الدولة التي سيعمل فيها مستقبلا. إذن سيكون الفرد في عهد الميليشيات مصدر خطر للوطن ومصدر خطر للمجتمع، لأن السلوك الذي تقوم به الحوثي من الغش وما إلى ذلك ما هو إلا سلوك انحرافي يعرقل العملية التعليمية التربوية ويخل بأحد أهدافها وهو تقويم الطالب وإعطائه العلامة التي يستحقها. ولذلك نحن في مستقبل يعني مظلم ما دام أن هذه الميليشيات باقية، طيب أستاذ توفيق، وسيأتي النور وسينجلي الظلام ويغيب حينما تغادر هذه الميليشيات وتعود إلى كهوفها مرة أخرى. طيب أستاذ توفيق، دعنا فيما بقي لنا من دقائق نحاول أن نفهم كيف يمكن أن يعني نحل هذه الإشكالية ونحد من عملية
الغش في الامتحانات، كيف يمكن محاربة هذه الظاهرة بشكل يعني مقبول أو منطقي بالنسبة لمن هم بداخل مناطق سيطرة الانقلابيين؟ وطبعا يا اخي الحل يعني الحل لا يمكن ان يكون الا بزوال الميليشيات، ثم بعد ذلك ان يعود المدرسين الى مدارسهم، وان تعطى حقوق المعلمين، وان تقوم اللجان الرقابيه في التوجيه والارشاد والتقويم يقيموا المدرسين، وتبدا العمليه التربويه يعني من قمه الهرم حتى مدراء مكاتب التربيه ومكاتب التربيه لمدراء المراكز التعليميه والى مدراء المدارس، وتكون عمليه تكامليه، عمليه تكامليه من الوزاره وعمليه تكامليه من المجتمع، المجتمع الذي يحث الطالب ويبث عبر قنوات الاعلام كيف يكون الطالب ناجحا وكيف يسعى الى النجاح وكيف يسعى الى الابداع، هذه مهمه التربيه والتعليم ومهمه مجلس الاباء ومهمه القطاع الاعلامي الواسع ومهمة الآباء والأمهات أن يغرسوا في نفوس الطلاب أنه لا يمكن أن يكون له مستقبل مشرق إلا إذا اجتهد، إذا أبدع، إذا يعني تعلم العلم وأدوات المعرفة ليكون نافعا لمجتمعه. إذا أشكرك أستاذ توفيق الجبري الباحث والتربوي السابق الذي كنت معنا اليوم عبر السكايب من السودان لمناقشة هذه الظاهرة الخطيرة جدا على مستقبل اليمنيين جميعهم قبل أن يكون ذلك على حاضرهم الآن، كما هو الشكر موصول لكل ضيوفنا الذين كانوا معنا، الأستاذ عبد الواسع شداد مدير مكتب التربية بتعز، وكذا الدكتور علي العباب مدير مكتب التربية في مأرب، ولمن كان يفترض أن يكون معنا الأستاذ وضاح الأحمدي مستشار الإعلامي لمحافظة الضالع، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا والزملاء في طاقم العمل الفني والتحريري أيضا، إلى اللقاء.